السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد قناتكم أجو السفد وقناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم. مظاهرات يعني البارحة، يعني كما كتشوفوا معنا في الصورة، يعني أنا يتسحب لي ما كتسحب ليش يعني أن الخبر صحيح، ولكن من شت أنا بزاف ديال القنوات الإعلامية هضروا عليه، وشت يعني اتصلوا بيا أصدقاء من تما قالوا لي علاش ما هضرتيش على هذا الحدث، راه ألمانيا راه فيها راه زعما صراحة نايضة في الألمان ديال بصح على قبل مظاهرات يعني كما كتشوفوا يعني بالعاصمة الألمانية برلين ضد كورونا، الناس كدار ضد كورونا وكيعتقدوا بأن يعني هذا الشيء راه مؤامرة، يعني فهاد الشيء ديال الفيروس وهاد الشيء ديال يعني هاد الكارثة اللي حلت بالعالم، ويرفضون يعني هما يرفضون التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه، يعني ما بغاوش يديروا اللوازم الوقائيه والاحترازيه ضد الوباء، ويحملون شعارات لا ترتدي الكمامه خوفا من الكورونا، دعنا نشاهد ابتسامتك لقد سرقوا حريتنا. اذا كما كتشوفوا يعني صراحه يعني كارثه كارثه في كارثه، كتشوفوا راه شتوا شحال ديال الناس، راه نقدر نقول لكم الالاف الاف الاف ديال الناس بدون كمامه بدون لوازم وقائيه بدون تباعد. صراحه هذا الشيء راه مفزع ومروع، العالم فين غادي بينا؟ ما عرفناش. وكما كتعرفوا ان المانيا هي من الدول المتقدمه ويعني الدول يعني اللي نورمالمون اللي ضابطه امورها في هذا الشيء ديال الوقايه ضد الامراض وضد يعني والناس ديالها واعيين، ماشي شي وحدين اللي يعني الشعب ديالها واعي، وكتشوفوا انهم كيخرجوا بدون كمامات وبدون تباعد. انا اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى ما ندخلوش في حرب عالميه يعني مع بيناتنا. تفضلي. اذا نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب. كما كتشوفوا معنا صور يعني اكتضاد كبير اكتضاد كبير، والناس رافعه لافتات يعني كتندد بهذه الاعمال ديال يعني ديال الاحترازيه اللي كيديروا ضد هذا الوباء، يعني ديال الكمامه وديال التباعد. ما عرفناش هذا الشيء فين غادي يوصلنا. انتفاض الشعوب. نسال الله السلامه والعافيه. نوريكم فيديو ديال هذه المظاهرات، يعني بقوا معنا. هو كما كتشوفوا معنا إذن كما شفتوا معنا، يعني منقول من قناة أو يعني قناة بي اف ام تي في اللي نقلت لنا هذا الحدث. راكم شفتوا يعني ما كان لا احترام لا لوازم وقائية لا كمامة لا والو، كاين اكتضاد كبير. أنا خفت للشعوب تخرج دير بحالهم ونوصلوا لشي كارثة عظمى يعني اللي غتأدي بالبشرية إلى الهلاك، لان هذا الشيء ما معاش اللعب. واخا كانت مؤامره، راه الناس يعني اللي داروا هذا الوباء راه ما داروه الا كانوا مسيطرين عليه مزيان ومسيطرين على العالم، وما عرفناش هذا الشيء واش مؤامره ولا بصح. حنا اللي نطلبوا نسالوا الله السلامه والعافيه. كننقلوا لكم يعني الاحداث كما هي. انا من ناحيه ديال اجي نستافدوا الراي ديالي ان احترام اللوازم الوقائيه والكمامه والتباعد واجب مادام كتفرضوا عليك يعني الدوله. هاد الناس مادام داروا هاد الشيء الا وعارفين علاش داروه، وعارفين بلي راه عندهم لي دغوا ديالهم وعندهم يعني المسائل ديالهم، وعارفين راه هاد الشيء منظم من مؤسسات ومن نقابات، يعني ما يمكنش الواحد يخرج هكاك، يعني كاين تأطير ديال هاد الشيء.
نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب. هادشي اللي نقول لكم. كان معكم أجم السافدو، قناة اللي كتحدث على مواضيع الفيزا والهجرة واللجوء. اللي كيشوفنا أول مرة يشارك معنا في القناة ويبرك على زر الجرس ليصله الجديد إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.